مرحبا بكم في الموسم الثاني من المختصر المفيد. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالحات أعمالكم. بعد ما تعمل لايك وتشارك المحتوى وتدعو لإخوانك بالصبر والثبات، خلينا نتكلم عن حفظ النعمة. هي فكرة وجدتها في مجتمعي، فمنذ إطلاق مجموعة عطاء تعاون التابعة للجنة الاجتماعية بولاية السيب، المبادرة المجتمعية عطاء حفظ النعمة، أي قبل 8 سنوات، والمتمثلة في إعادة حفظ وتعليم الأطعمة الزائدة والصالحة لاستهلاك الآدمي وغيرها من الأطعمة الخاصة بالمواشي وتوزيعها على الأسر وأصحاب المواشي الحيوانية، وهي في تطور وتوسع مستمر نتيجة الإقبال الكبير، إذ تعدت خدماتها ولايات محافظة مسقط إلى بعض الولايات خارج ولايات المحافظة من خلال طاقم بشري جيد من المتطوعين لتقديم خدمات المجموعة. كما دربت المجموعة على هذا العمل عددا من الراغبين على تنفيذ مبادرة مجتمعية مشابهة لهذه المبادرة، من أبرزهم أعضاء بنك الطعام العماني دائمة، والتي تم تدشينها كشركة تجارية غير ربحية. بالمختصر المفيد، أفتخر بالعدد الكبير من أفراد العائلة الذين يتطوعون في هذا العمل الإنساني، وهي فكرة موجودة في معظم البلدان الإسلامية. أتمنى انتشارها ودوامها. طابت أوقاتكم.